نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعد أيها الأحبة لازلنا نتكلم عن الرزق وأسبابه وعن أسباب هذا الرزق وقد بينت لكم أن هنالك أسباباً ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تزيد في رزق العبد وتوسع له ابواب هذا الرزق وتيسر له اسبابه منها ما تكلمت عنه في الجمعه الماضيه وهو كثره الاستغفار وهو امر مجرب وكل منا ايها الاحبه بل كل انسان على وجه هذه الارض يحب أن يكون رزقه وفيرا وأن يزيد الله عز وجل له في في رزقه اليوم أيها الأحبة أتكلم لكم عن شيء حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يزيد في الرزق وهو أمر مجرب ألا وهو صلة الرحم صلة الرحم الرحم هم أقارب الإنسان الذين بينك وبينهم صله قرابه من جهه الولاده يعني اقارب الاب والام الرحم في اضيق دوائره هم اختك واخاك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك هذه اضيق دائرة لصله الرحم الاخوه والاخوات العموم والعمات او الاعمام والعمات الاخوال والخالات الاجداد والجدات والصله حينما نقول صله الرحم صله الرحم تعني العطاء الصله تعني العطاء حينما نتكلم عن صله الرحم ينصرف كثير من اذهان البعض البعض تنصرف اذهانهم الى ان الصله انما هي ان نرفع الهاتف ونتصل بقرابتنا نطمئن عنهم او ان نزورهم بالمناسبات بالاعياد او غيرها هذه ايها الاحبه ليست الصله المراده صله الرحم هي الصله ماخوذه من الصله العطاء يقول فلان وصله بصلة اي اعطاه عطية فالصلة هي تقديم الاحسان تقديم الاحسان بكل انواعه المادية والمعنوية لهؤلاء الارحام سواء كانوا صغارا او كبارا سواء كانوا نساء او رجالا سواء كانوا فقراء او اغنياء الصله العطاء الصله البذل الصله ان تعطي ما استطعت ان تحسن ما استطعت هذا المقصود بالصله ايها الاحبه وقد عنون الامام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا او تحت كتاب الادب هو عده كتب كتاب الادب في هنالك باب تحت منه اسمه باب من بسط له الرزق بصله الرحم البخاري عنوانا عنوانا باب من بسط له الرزق اي وسع له رزقه بصله الرحم وذكر عده احاديث منها قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابي هريره من سره من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اثره أن يُذكر بالخير مدة طويلة بعد موته فليصل رحمه من المواصلة العطاء الإحسان ماديا أو معنويا مهم أن تقدم لهم شيء من سره وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه واضحة أيها الأحبة زيادة الرزق وسعته والبركه فيه من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اثره فليصل رحمه ايها الاحبه هذا باب عظيم من ابواب ساعه الرزق مجرب ونعجب ايها الاحبه من بعض الناس يعني عنده احيانا ضعف في الملكات ضعف في الخبره ضعف في العمل من خلال صلته لارحامه يوسع الله عز وجل عليه ويرزقه والله أيها الأحبة في مسجد كنت أصلي فيه أو أخطب فيه قبل هذا المسجد وفي صلاة العيد تكلمت عن صلة الرحم وأن هذا العيد يا شباب يعني باب من أبواب صلة الرحم فمن كان يعني بينه وبين أخيه أو رحمه شحناء فليصل وليتواصل فالعيد فرصة لأن يعيد الإنسان صلته مع هؤلاء. بعد أيام، ربما بعد أسابيع، أتاني أحد الناس في الحضور. قال: والله كنت حضران في الخطبة، وأنا الحقيقة رجل يعني شايفه كبير بالستينات يعني من عمره. قال لي بأنه له ابن عم، يعني العائلة تبعه قليلة جدا، عنده ابن عم. ما في له غيره من الأرحام. ولكن قال زرته كثيرا يعني كل عشر زيارات ليستقبلني مرة غني الله عز وجل الغني وحاول فلقطعته لم أعد أزره ولكن لما سمعت الخطبة العيد تشجعت لزيارتي فخرجت من بعد الصلاة ذهبت إليه فما وجدته فذكرت لأهله أنه ابن عمك فلان إجل عندك وهيكرتي إذا حب يعني يتصل فيني قال بعد أيام اتصل في هذا الرجل وقال أحب أن أزورك أهلاً وسهلاً دله على البيت جاءه هذا الإنسان موظف بسيط لم لا يملك من الدنيا إلا بيت أخذه تركة من أبيه وهو قبو تحت قبو عنده خمسة أولاد زاره هذا الرجل فقال هنا تسكن قال نعم من أي متى تسكن هنا؟ قال: من يوم ما توفي أبي، حصلت على هذا البيت وسكنت به. فبعد أن انتهت الزيارة، قال له هذا الرجل: من غدًا ابحث عن بيت مرتفع، طابق ثاني، طابق ثالث، تدخل إليه الشمس، وإذا ما وجدت بيتًا أخبرني. بحث عن بيت، وجد بيت في بناية قريبة، بالطابق الثالث، مشمس. أخبره. فذهب واشترى له البيت كاملا ودفع ثمنه فهذه هذه هذا سبب الرزق وصل رحمه القاطعه نعم هو مقاطع تقريبا له فلما وصله زاد الله في رزقه هذا الشيء مجرب ايها الاحبه حوادث كثيره كل انسان يبذل الاحسان لقرابته من اخوه واخوات اعمام وعمات خالات واخوال والله ايها الاحبه يوسع الله عز وجل في رزقه بل الاعجب من هذا ايها الاحبه ان نجد انسانا فاسقا غير مستقيم على شرع الله يتعاطى المنكرات احيانا ويزيد الله عز وجل في رزقه بسبب صلته لارحامه شيء عجيب كلما زاد في صله الرحم كلما زاد الله عز وجل له عطاء وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ذنب ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من قطيعه الرحم يعني اكثر الذنوب يعني عقوبتها عاجله هي قطيعه الرحم مع ما يدخره الله لصاحبه صاحب القطيعه من عذاب يوم القيامه قال وان اعجل الطاعه ثوابا صله الرحم اعجل الطاعه ثوابا صله الرحم يعني تصل من هون مباشره ياتيك الاجر بعد الصله مباشره وإن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن البيت تتمة الحديث ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا صار في صلة رحم بينهم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليعمر بالقوم الديار أي يطيل في أعمارهم ويزيد لهم في الأموال والثمار وما نظر إليهم منذ خلقهم أبدا لم ينظر لهم نظرة رحمة ما نظر إليهم بغضا لهم ولكنه يعمر بهم الديار يطيل في أعمارهم ويكثر لهم الأموال والثمار وما نظر إليهم بغضا لهم قال وكيف ذلك يا رسول الله قال بصلتهم أرحامهم أيها الأحبة إذا كانت صلة الرحم والمقصود بها أن تصل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا كانت هذه الصلة سبباً أكيداً من أسباب سعة الرزق فكيف بصلة العبد أعظم أو أعظم أرحامه أبوه وأمه هم أعظم الرحم أصلاً هم سبب هذه الرحم سبب إخوتك وأخواتك هم أبوك وأمك، فكيف ببر الوالدين؟ وهو أعظم صور صيرة الرحم. هذا البر أيها الأحبة قطعا أوسع أبواب الغنى على الإطلاق. وأقسم لكم بأن أفضل باب للغنى وأسهل باب للغنى هو بر الوالدين والإحسان للوالدين خدمة الوالدين. ان تكون محسنا ما استطعت من احسان لوالديك ايها الاحبه وهذا كله تعرفونه هذا الواقع يشهد له ايها الاحبه ما من غني اكرمه الله عز وجل الا وتجد ان له يعني برا متميزا بوالديه او باحدهما ايها الاحبه ولعل السر في ان واصل الرحم مرزوق ايش يعني واصل للرحم مرزوق؟ في سر وهو ما اخرجه الامام البخاري عن سيدنا ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزه، يعني حديث قدسي قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قامت الرحم واستمسكت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة يعني أستجير بك أن أقطع فقال ربنا سبحانه أما ترضين أن أصل من وصلك أن أصل من الصلة من العطاء من الإكرام أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت نعم قال فذلك لك إذن الرحم متمسكة بالعرش تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني أيها الأحبة واصل الرحم موصول من الله واصل الرحم تيسر له أسباب الرزق ويزاد له في رزقه فشدوا أيها الأحبة الهمة وخصوصا وخصوصا إذا كانت الرحم قاطعة كاشحة إذا كانت الرحم مبغضة، يعني إذا كان أحد أرحامك لا يريد أن يقيم صلة معك. أنت بادر بإقامة الصلة معه لله سبحانه وتعالى وتقربا من الله وانتظر عطاء الله عز وجل وإحسانه. أيها الأحبة وإتماما للفائدة أقول لكم بأن صلة الرحم تدفع ميتة السوء. من يحافظ على صله ارحامه لن يموت الا برضا من الله. يعني يكون الله راض عنه، ميته السوء لا سمح الله ان تموت وانت في غفله، فانت في معصيه، وانت يعني لا سمح الله يعني تفعل شيئا محرما يميتك الله، هذه ميته السوء. ان تموت وهو غضبان عليك. صله الرحم تدفع ميته السوء كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح من سره ان يمد له في عمره وان يوسع له في رزقه وان تدفع عنه ميته السوء فليتق الله وليصل وليصل رحمه ولنحذر ايها الاحبه من قطيعه الرحم لنحذر ايها الاحبه ان يكون بيننا وبين احد من ارحامنا لا سمح الله مخاصمه مقاطعه مدابره بادر بادر قبل ان تغادر بادر واصلح قبل ان تخرج من هذه الدنيا ولو كان الحق معك ولو كان الحق على ذلك الانسان القريب انت بادر في الاحسان، انت بادر بالصله، انت بادر بمد اليد وخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام، لذلك ايها الاحبه قال عليه الصلاه والسلام فيما اخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا جبير بن مطعم لا يدخل الجنه قاطع. لا يدخل الجنه في اوضح من هيك قاطع الرحم لا يدخل الجنه بل اخطر من ذلك روى الامام احمد قال ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه على الله فلا يقبل عمل قاطع الرحم يعني انت تصلي تصوم تقرا القران تتصدق ولكن اذا كنت قاطعا لرحمك لا يرفع اي عمل من هذه الاعمال الله لا يقبل حتى تصل رحمك واضحه ايها الاحبه يعني الاعمال تبقى لا ترفع الى الله الله عز وجل قال والعمل الصالح يرفعه هذه الاعمال لا ترفع حتى تعيد الصله ما بينك وبين اخوانك وارحامك بل الاخطر من هذا وارجوكم ان نصحح ايها الاحبه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم يعني اذا كان بيناتنا الان في قاطع رحم الله يرحمنا الله يغفر لنا لذلك ايها الاحبه فلنبادر بعد هذه الخطبه اعزم اذا كان في بينك وبين احد قرابتك قطيعه في خصام انت بادر أنت بادر والله أيها الأحبة منذ أيام زارني أحدهم بجي أسبوعين ثلاثة قال والله في أخي بيني وبينه شحناء وبغضاء وما كانت يعني تدخل أهل الله كلهم أين أنت من الهدية قلت لك هدية يروح لعنده أعطيه يعني بادر أنت قال أخشى أن يردني قال قلت له والله لن يردك لن يردك هذا قال والله اشتريت خمسة كيلو حليب رحت في الصباح دقيت الباب فلان هون قال لا والله تفضلوا هي هدية مني بعد شي ساعتين ثلاثة بيتصل فيه أخوه الله يزيك الخير ويبارك فيك ايش بتعيب حالك قال لي وانتهت القطيعة التي دامت أكثر من سبع سنوات بخمسة كيلو حليب يعني بهدية هذا القصد أيها الأحبة بادر بادر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ الآن سيأتيك الشيطان كيف بدك تصالح فلان وفعل معك ما فعل وسوى معك وقال ذلك وفعل ذلك الآن سيأتي الشيطان لأن الشيطان مهمته مهمته الكبرى هو التفريخ بين بين الناس لأنه يعلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة وهو يحتاج هذا الشيطان أن تكون مؤانسا له في النار. لذلك احذر، احذر. الآن بادر إلى صلة رحمك وانتظر أبواب الرزق من أوسع من أوسعها إن شاء الله تعالى. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يكرمنا بصلة أرحامنا على الوجه الذي يرضيه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول قولي